Hello everybody, peace be upon you. This is Mr. Muhammad Talha and you're watching Learn English with Mr. Talha. شكل ما اتكلمنا في الوحدة الأولى عن الـ present simple زمن المضارع البسيط، هنتكلم النهاردة عن زمن المضارع المستمر. طبعا شكل ما قلنا ان انا عشان اقول ان انا هاضم اي زمن او ان انا عارف اي زمن لازم اكون عارف فيه خمس حاجات: التكوين، الاستخدام، النفي، السؤال، وكمان المبني المجهول. بس طبعا احنا خلينا المبني المجهول ليه شوية كمان لان هو مش علينا في الوقت الحالي. تعال نشوف النهاردة ازاي بكون زمن المضارع المستمر. وانا قلت يا جماعة تكوين زمن يعني تكوين فعل. لما اقولك الزمن ده بيكون من ايه يعني الفعل بتاعه شكله عامل ازاي. طبعا ما اقدرش اقول على اي زمن انه مستمر من غير ما يكون فيه verb to be وفعل فيه ing. يعني اي زمن مستمر هيقابلنا بعد كده لازم الاقي فيه الحاجتين دول، verb to be وكمان الفعل اللي فيه ing. طيب المضارع المستمر هيكون من ايه؟ قال لي هيكون من am, is, are plus the verb plus ing. يبقى هي بيكون من am او is او are زائد الفعل زائد ing. For example على سبيل المثال when I say he is eating، لو انا قلت لك الجملة دي في زمن ايه هتقول لي في زمن المضارع المستمر. لما اجي اسألك ليه في زمن المضارع المستمر هتقول لي لان فيه ing وقبله is. طيب لو انا جبت لك جمله شكل دي وقلت لك هي لايكس ايتينج يعني هو بيحب الاكل، قلت لك يا ترى الجمله دي في زمن المضارع المستمر، اكيد الناس الشاطره هتقول لي لا طبعا. ليه يا مستر؟ طبعا هنا الفعل فيه اي ان جي صحيح، بس يا ترى هل قبله اما ويز او ار؟ هتقول لي لا. خلاص ما اقدرش اقول على الزمن ده انه مضارع مستمر ابدا او اقول على الزمن ده انه مستمر طالما ما توفرش فيه ام از ار بلس فيرب بلس اي ان جي او فيرب تو بي بلس فيرب ing. يبقى زمن المضارع المستمر بيكون من am, is, are plus verb plus ing. عارفين ان am بتيجي مع I, is بتيجي مع he, she, it او اي اسم مفرد، are بتيجي مع we, they, you او اي اسم جمع. يبقى انا لما اديك في الاختيارات واقول لك they are play, playing, played, football، يبقى هنا لازم تقول لي playing. ليه يا مستر playing؟ اقول له عشان قبلها are وare بيجي وراها verb plus ing في المضارع المستمر. طيب لما اجي اقول لك he is eating ولا eat ولا eats sandwiches، طبعا هنا لازم هتقول لي eating. ليه يا مستر؟ عشان is بيجي وراها verb plus ing. مثال اخر لما يجي يقول لي he are writing ويجي يقول لي يا ترى الجمله دي صح ولا غلط، هنا لازم اقول له لا الجمله دي خطأ 100%. ليه؟ من عندي are وفعل في ing، هقول لك بس are مفيش agreement بينها هنا وبين هي، لان هي بتاخد is فلازم اقول هي از رايتنج، هي از رايتنج. يبقى اذا لازم اخلي بالي من ام از ار بلس فيرب اي ان جي، بس لازم ام از ار يكون في توافق ما بينها وبين الفعل بتاعي. مثال تاني لما يجي يقول لي they are play، قول هل الجمله دي صح ولا غلط؟ اكيد هقول له غلط. ليه يا مستر؟ هقول له في ار صحيح وار بيجي وراها فيرب بلس اي ان جي، طب هنا جايب لي play، هقول له لا لازم تكون playing. يبقى لازم اخلي بالي من التركيب am is are plus verb plus ing. طبعا في هنا حاجات لازم الاحظها لما اجي احط ال ing بتاعتي. قلنا اذا انتهى الفعل بايه لازم اشيل الاي واحط ing. like write becomes writing، write becomes writing. يبقى هنا اذا انتهى الفعل بايه بشيل الاي واحط ing. طبعا اذا انتهى الفعل ذو المقطع الواحد بحرف ساكن وقبله حرف متحرك ساكن لازم اضاعف الحرف الساكن ده. like swim swimming، run running، sit sitting. طيب وانا قلت هنا يا جماعه لازم اخلي بالي ان الاي ان جي ما اسمهاش ing يعني ما اظهرش الج ساوند، لا انا بقول sitting writing and playing washing بالمنظر ده. يبقى مفيش حاجة اسمها writing. No it's writing. شفت النوت اعمل ازاي؟ ده طبعا بالنسبة للتكوين. يبقى لازم اخلي بالي ان am is are be وراها verb plus ing، بس لازم الاحظ هل am جاي صح ولا is جاي صح ولا are جاي صح. طيب تعال نشوف how to use the present continuous، ازاي استخدم المضارع المستمر. قال لي بستخدم المضارع المستمر للتعبير عن شيء يحدث الان، يعني حاجه بتحصل في الوقت الحالي او في الحاضر. طيب يا مستر ايه اللي هيعرفني ان الحاجه دي بتحصل دلوقتي؟ قال لي هلاقي كلمات شكل now، شكل look، شكل listen، شكل at the moment، شكل at present. لو شفت الكلمات دي ودي بقول عليها كلمات داله على طول بجيب am is are plus verb plus ing. يعني لما يديني مثال ويقول لي he play plays is playing football now، وقول اختار
هنا هبص في الاخر هلاقي كلمه ناو، وطالما لقيت كلمه ناو يبقى على طول دي بتعرفني الشيء بيحدث الان، يعني الزمن ده مضارع مستمر، فعلى طول هروح ل is playing. is playing another example، مثال اخر. when he says they watch watches are watching TV at the moment، ويقول لي اختار، هنا على طول هقول له are watching. ليه؟ هقول له في at the moment. at the moment يعني دليل على الحاجة بتحصل دلوقتي، فبالتالي لازم اختار am is are plus verb plus ing، فهنا هختار are watching. وهنا يبدأ يجيب لي اخطاء، يعني يقول لي they play football now، يعني هما بيلعبوا كرة قدم دلوقتي. طبعا هنا بقول صحح الاخطاء، اول ما اقول صحح الاخطاء على طول الناس بتجري على play لانها شافت now ويقول لي playing، ويطلع طبعا يقول انا خلاص شفتها وعملتها صح، انا بريمو. يا عم ازاي؟ قال لي اول ما شفت now على طول جبت verb plus ing. طب هل هو ده المضارع المستمر؟ هقول لك لا طبعا، لان عشان اقول ان مضارع مستمر لازم يكون الفعل فيه ing قبله am is are، فبالتالي لازم اقول they are playing. طب لو قلت they playing بس ولا ليها اي معنى، ولا ده زمن اصلا ولا صيغه زمن، فما تستعجلش وتقول هحط الverb plus ing فقط. هقول لك لا، لازم اخلي بالي ان لازم يكون قبله am is are. يبقى present continuous زمن المضارع المستمر بيعبر لي عن شيء يحدث الآن أو يحدث في الوقت الحاضر، وهعرفه إزاي لو شفنا الكلمات اللي قلنا عليها. تعال نشوف how to change this tense into negative، إزاي أحول زمن المضارع المستمر للنفي. شكل ما قلنا قبل كده إن أنا لما أجي أنفي أي جملة بحط نوت ورا الفعل المساعد. طب في هنا فعل مساعد هقول لك قال هو am is and are، فإذا لما أجي أنفي زمن المضارع المستمر كل اللي أنا هعمله هحط ورا am أو is أو are not، وكده يبقى نفيت الجملة. يعني لو قلت لك I'm reading يعني أنا أقرأ، وقلت لك انفي الجملة دي هتقول لي I'm not reading. I'm not reading، يبقى أنا كده نفيت الجملة وخلص. لما أقول he is washing the car يعني هو بيغسل السيارة، أقول لك انفي الجملة دي، كل اللي أنت هتعمله هتحط not ورا is، فتبقى he isn't washing the car يعني هو ما بيغسلش السيارة. لو أنا قلت لك they are playing tennis يعني هما بيلعبوا تنس، وقلت لك انفي الجملة دي أكيد هتقول لي they aren't playing tennis يعني هما ما بيلعبوش تنس. يبقى إذا لما أجي أنفي أي جملة في زمن المضارع المستمر كل اللي أنا بعمله بجيب am is are وحط وراهم نوت، ويبقى كده أنا نفيت الجملة. تعال بقى على الجزء الرابع بتاعنا، وهو how to make a question، ازاي اعمل سؤال في زمن المضارع المستمر. قال لي انا عارف ان انا عندي نوعين اتنين من السؤال، سؤال بيبدأ بhelping verb فعل مساعد، وسؤال بيبدأ بquestion word يعني أداة استفهام. طبعا اكيد في المضارع المستمر لو السؤال بدأ بhelping verb فعل مساعد يبقى اكيد هيبدأ بam or is or are، وهنا هيكون معناها هل، وهجاوب عليه بyes or no. طب تركيب السؤال هيكون ازاي؟ am is or plus the subject plus the verb ing and the complement، وبعد كده التكملة. For example على سبيل المثال when I say are you eating، هل انت بتاكل؟ طبعا هنا لو انا باكل حاول yes واطلع ابدل، بس انا واخد قبل كده ان are you بتتحول ل I am، لان you بتتحول ل I و I ما بتاخدش r، I بتاخد am، فعشان كده هقول yes I am. طب اقدر انا ما باكلش هقول no I am not. No I am not. يبقى إذن هنا لو جاوبت بنو يبقى أنا عندي مع الفعل المساعد دايما not. Another example مثال تاني when he says لما يقول لي is she riding a bike، هل هي بتركب دراجة؟ وأنا عايز أجاوب على السؤال ده، والله لو هي ركبت دراجة هقول yes she is. Yes she is. طب لو هي مش ركبت دراجة هقول no she isn't. No she isn't. Another example مثال تاني لو قلت are they eating، هل هما بيأكلوا؟ لو هما بيأكلوا هقول yes واطلع ابدل yes they are. طب لو هما بيأكلوش هقول no they aren't. No they aren't. يبقى اذا لو بدأنا ب am و is و are هيكون السؤال معناه هل، وهجاوب عليه ب yes او no. كذلك لو لقيت الاجابة ب yes or no، ب yes او no، وانا عايز اعمل سؤال والسؤال ده مضارع مستمر، يبقى اذا هبدأ على طول ب am or is or. For example على سبيل المثال when he says yes he is watching TV، نعم هو بيشاهد التلفزيون. طبعا الإجابة هنا بيس، يبقى أكيد السؤال بتاعي بادئ بفعل مساعد، هروح هلاقيه is، برافو عليكم، فهطلع بيه واجيب الفاعل مكانه، فإذا هقول is he watching TV. Is he watching TV. Another example مثال تاني لما يجي يقول لي
No, they aren't playing tennis. No, they aren't playing tennis. طبعا الإجابة بنو يعني هبدأ بالفعل المساعد اللي هو are وأجيب they يبقى are they playing tennis. Are they playing tennis. ويبقى كده أنا كونت السؤال اللي بيبدأ بفعل مساعد. Another example مثال تاني ولازم أخلي بالي هنا من المثال ده. When he says No, I am watching TV. No, I am watching TV. هنا المثال ده مهم جدا لان في حاجتين مهمين لازم اخلي بالي منهم. اول حاجة ان الاجابة بنو يعني السؤال هيبدأ بفعل مساعد وهنا I am اوعى تطلعها am I. امال هطلعها ايه؟ هطلعها are you. يبقى اذا اول حاجة لازم I am في الاجابة تطلع are you في السؤال. تاني حاجة لازم الاحظها ان هو ما جابش مع no not. يعني ما جابش معناه جملة منفية. اذا لازم اغير في الجملة عشان تدينا المعنى الصحيح للسؤال. فاذا هقول Are you washing the car? Are you washing the car? يبقى انا هنا غيرت الفعل عشان لما يديني الاجابة يبقى الاجابة كده صحيحة. انا جاوبت بنو مع اجابة مثبتة مش اجابة منفية. اخر حاجة طبعا هنتكلم عنها في الـ Present Continuous زمن المضارع المستمر اللي هو How to make a WH question. ازاي اعمل سؤال بيبدأ بأداة استفهام. وهنا هلاقي ان أداة الاستفهام هيجي وراها am, is, are. وبعد كده هيجي subject. وبعد كده هيجي verb plus ing. وبعد كده هتيجي complement التكملة بتاعة السؤال. For example when it says What are you doing? What are you doing? يعني انت بتعمل ايه؟ طبعا لما اجي اجاوب هنا are you بنزلها I am واجيب الحاجة اللي انا بعملها فيها ing. فحقول I am watching TV. أنا بشاهد التلفزيون. I'm eating. أنا بأكل. I'm playing. أنا بلعب. I'm running. أنا بجري. يبقى إذن هنا لازم طالما مضارع مستمر السؤال الإجابة كمان مضارع مستمر. طيب هي المشكلة مش هنا. المشكلة هي إزاي أعمل سؤال. أعتقد أن الموضوع بسيط جدا. لما يجي يديني جملة شكل دي. لما أقول لي أحمد is watching TV at home. يعني أحمد بيشاهد تلفزيون في البيت. طبعا هنا أنا ممكن أعمل سؤال على at home. At home دي مالها؟ قال لي مكان. وطالما مكان يبقى أنا هبدأ بأداة الاستفهام where. Where. طيب انا هبدا ب where. اداه الاستفهام شكل ما قلنا قبل كده في تكوين السؤال هيجي وراها فعل مساعد والفعل المساعد بتاعي هو is. يبقى where is احمد لازم ابدل مع الفاعل watching TV. where is احمد watching TV يعني اين يشاهد احمد التلفزيون. اين يشاهد احمد التلفزيون. هل ممكن اسال عن الفعل؟ قال لي ايوه. دايما الفعل يا حبيبي لما اسال عنه بسال عنه بكلمه what بس بشيل الفعل في المضارع المستمر واحط مكانه كلمه doing. يبقى اذا ممكن اقول what ادي اداه الاستفهام is ادي الفعل المساعد احمد ادي الفاعل doing at home. what's احمد doing at home or what's احمد doing يعني ماذا يفعل احمد. يبقى اذا لما اكون السؤال في المضارع المستمر ابدا باداه الاستفهام اجيب وراها am or is or are بعد كده السبجكت وبعد كده الفيرب بلس اي ان جي. تعالوا بقى نشوف تطبيق على الكلام ده في كتاب المعاصر وجيم بس لازم تركز معايا. يلا بينا. تعالوا نبدا يلا بكتاب المعاصر بيج 192 صفحه 192. نمبر 1 بيقول لي اي ام يو ا فوتو. طبعا هنا في ام وانا ام از وار بيجي وراها فيرب بلس اي ان جي يبقى ام سيندينج. اي ام سيندينج يو ا فوتو. نمبر 2 بيقول لي مام اند ماي سيستر يعني ماما واختي. اي ا كيك. طبعا هنا ماما واختي دول جمع فبالتالي هياخدوا ار فهقول ار ميكينج. تاني هقول ار ميكينج. نمبر 3 بيقول لي I'm playing chess online. I am at the moment. طبعا at the moment من علامات المضارع المستمر و am بيجي وراها verb plus ing فبالتالي هقول I'm winning. I'm winning. نمبر 4 my friend and I. طبعا خلي بالك هنا مش انا لوحدي. لو انا لوحدي يبقى اخد am. كنت قلت I'm playing طبعا. انما هنا my friend and I انا وصديقي. انا وصديقي يبقى كده جمع فبالتالي هقول are playing. تاني are playing. تعال نشوف نمبر 5 بيقول لي علي his English book now. طبعا هنا في now وnow من علامات المضارع المستمر يبقى لازم اجيب am او is or فاللي فيه ing. طبعا علي مفرد فبياخد is. So علي is reading his English book now. طيب تعال نشوف نمبر 6 بيقول لي look انظر. وانا قلت يا جماعه now look listen كل ده مضارع مستمر. يوسف is eating the ball. طبعا am او is or بيجي وراها verb plus ing فلازم اقول kicking. kicking يعني بيشوط الكره.
نمبر 7 بيقول لي they taking selfies now، برضو في now مضارع مستمر وده فعل في ing، يبقى بالتالي لازم اجيب am او is او are، هروح على they، قال لي هتاخد are. نمبر 8 the dog is the tree I can see its head، بيقول لي انا مش شايف دماغه، فبالتالي هقول the dog is behind the tree، يعني behind خلفه. نمبر 9 بيقول my uncle's house is in A of my house، طبعا هو دين أمام اسمها in front of. نمبر 10 بيقول watch out احترس a car، طبعا هنا طالما بقول احترس يبقى في عربية جاية، فبالتالي هقول a car is coming is coming. watch out طبعا من علامات المضارع المستمر. تعال نشوف نمبر 1 بيقول I am playing، طبعا هنا am is are في المعلوم بيجي وراها verb plus ing، فهقول I am playing I am playing. The next بيقول لي there is an MP3 player behind to the laptop، طبعا اللي بيجي مع to هي next، next to يعني بيجوار. The next بيقول عمر prints his homework now، حاوله now مضارع مستمر، قلت لك اوعى تغلط وتقول printing بس، لا لازم اجيب قبل printing am or is or are، فبالتالي لازم اقول عمر is printing، تاني عمر is printing يعني عمر بيطبع. The next بيقول لي my father sleeps at the moment، قلت يا جماعه at the moment ده مضارع مستمر، فبالتالي لازم اجيب am is are plus verb ing، اوعى تقول sleeping بس، لازم اقول my father is sleeping، تاني my father is sleeping. تعال نشوف they do making chess pieces، they do making chess pieces، طبعا هنا في فعل في ing، فبالتالي بجيب قبله am is are مش do does، فبالتالي هقول they are they are. The next I drink tea at the moment، I drink tea at the moment، طبعا حبيبي at the moment مضارع مستمر، فلازم اجيب am or is or are plus verb ing، اوعى تفكر انها drinking بس، لا لازم اقول I am drinking، تاني I am drinking. طب تعال نشوف number 7 the whiteboard is next، طبعا next بيجي معاها to يعني بجوار. طبعا ما زلنا في تطبيق على المضارع المستمر في كتاب المعاصر، وفي صفحة 205 هنلاقي برضو على المضارع المستمر. نمبر 1 بيقول is he an email، طبعا am is or be or verb ing، يبقى writing، يبقى is he writing. نمبر 2 she isn't he at the hospital today، طبعا am is or برضو verb ing، يبقى working. what doing at the moment، طبعا what doing at the moment فعل في ing، يبقى am is or، بس لاحظ ان ده سؤال يبقى هجيب am او is or الاول وبعدين السبجكت وبعدين الفيرب بلس ing، يبقى what are they what are they. اللي بعدها بيقول what are you doing what are you doing، طبعا هنا فيرب بلس ing هيجي بعد اداه الاستفهام am او is or، يبقى what are you doing what are you doing. نمبر 5 بيقول what are your mom and عليا، طبعا في ار يبقى اجيب فيرب بلس ing يبقى doing. ميرا studying English now، طبعا now مضارع مستمر، فبالتالي هقول isn't عشان verb plus ing. منى sweeping the floor now، برضو now عندي sweeping، يبقى المفروض اشوف منى، منى مفرد فتاخد is. who is a، قال لي ياسر، طبعا who is calling يعني من يتصل، am is are هيجي وراها verb plus ing. is he glasses is he glasses، يبقى is he wearing lazy wearing، أقول له عشان is بيجي وراها verb plus ing. نمبر 10 هاني and his brother walking to school verb plus ing، يبقى عايز am او is او ار، هروح اوعى تفكر انه هاني لوحده، ده هاني and his brother يعني جمع، يبقى لازم اقول ار، تاني لازم اقول ار. تعال نشوف المستيكس دي. نمبر 1 بيقول ار على his mother cooking lunch، طبعا خلي بالك انا قصدي هنا مامي تعالي، مامي تعالي دي مفرد ما تاخدش ار، يبقى اذا هقول is، يبقى is على his mother. نمبر 2 احمد can talk to you now، طبعا مش هيقدر يتكلم معاك دلوقتي لانه مشغول دلوقتي في عمل حاجه تانية، يبقى اذا هقول because he is doing his work is doing his work. the next بيقولي who are علي sending a message to، طبعا هنا علي مفرد ما ينفعش اجيب مع ار، علي ياخد is، يبقى who is علي sending a message to. نمبر 4 do you wearing brown shoes، طبعا هنا wearing verb plus ing، يعني هنا لازم يكون am او is او are، وهنا you بتاخد are، يبقى اذا هقول are. the next منى's father are reading، طبعا منى's father يعني ابو منى، طبعا هو جايبها لك عشان تتخيل هتفكر ان منى وباباها، لا طبعا ابو منى ده واحد بس، يبقى ياخد is. اللي بعدها who is called، المفروض who is calling يعني من يتصل الان. the next she is still، طبعا am is or هيجي وراها verb ing، يبقى who is still doing، تاني who is still doing.
تعال نشوف الكلام ده يلا في كتاب جيمس صفحة 172 نمبر 1 بيقول there a any notebook in my bag. طبعا احنا شكل ما اتكلمنا ان برضو في الوحدة دي بنلاقي there is و there are و some و any و او ان. طبعا هنا بص على الاسم الاول شكل ما قلنا notebooks دي مالها يا حبايبي؟ جمع. طب ثانيا ان في كلمة any طالما جمع يبقى مش هينفع is ولا isn't. طب في any يعني نفي يبقى اذا هقول aren't. اللي بعدها بيقول there is some salt يعني يوجد بعض الملح. But there a inch crisps طبعا برضو هبص على الكريسبس هلاقيها جمع. طيب يبقى اذا ما ينفعش is ولا isn't. طب امال هقول ايه؟ you are you aren't. طيب يبقى are ولا aren't؟ هقول له aren't طبعا عشان كريسبس جمع وكمان any نفي. اللي بعدها بيقول there is a cheese on the table. There is a cheese on the table. طبعا هنا التشيز هبص عليها اسم لا يعد. طيب يبقى بيقول لي there is يبقى اذا جمله مثبته مش جمله منفيه. يبقى اذا هقول there is some cheese on the table. اللي بعدها at the moment في اللحظه دي students a to a story. تاني at the moment في اللحظه دي students a to a story. طبعا هنا في هذه اللحظه يعني مضارع مستمر وstudents جمع يبقى هقول are listening. طيب تعال نشوف نمبر 5 بيقول لي there are some cakes in the kitchen with their mother. They are وانها موز و are بيجي وراها verb plus ing يبقى making. طيب اللي بعدها بيقول لي look she a in the garden with her new ball. طبعا look من علامات المضارع المستمر يبقى اقول is playing. a من rooms in your house. طبعا ده سؤال فبالتالي الفعل المساعد اللي هيجي الاول. طيب هنا rooms جمع يبقى بالتالي هقول are there. I can't speak with her now. مش قادر اتكلم معاها دلوقتي الان يبقى هي بتعمل حاجه الان يعني مضارع مستمر. يبقى اذا هقول she is sleeping. تاني she is sleeping. The next there a lot of bread on the table. طبعا البريد هنا اسم لا يعد فبالتالي يعمل معاملة المفرد يبقى لازم اقول there is. اوعى تتخدع وتقول there are. And the next is there MP3 player. طبعا هنا ال MP3 player ماله؟ مفرد واحد بس. اوعى تقول ها اني او صام لان كده غلط لان دول ما بيجوش الا قبل الاسم الجمع والاسم الذي لا يعد. طب is there هقول يا ترى ام بي 3 بلاير ولا ان؟ طبعا هنا هقول ان. ليه يا حبايبي؟ لان الام بي 3 بلاير بيبدا بصوت متحرك هو الايه ام بي 3 ام بي 3 ما بقولش ما بي 3 انا بقول ام بي 3 فبالتالي هقول ان ام بي 3 بلاير. اللي بعدها بقول ار ذير سم. طبعا هنا سؤال وفي السؤال ما ينفعش اجيب سم الا لو كان طلب لكن ده سؤال عادي فهقول اني. تاني هقول اني. ذا نيكست بقول ذير از ا موبايل فون وذ يو. طبعا ده لاحظ انه سؤال فبالتالي لازم اقول از ذير. تاني لازم اقول از They are visit the zoo now. طبعا هنا أموز وار بيجي وراها verb ing فبالتالي هقول visiting. The next they drink tea at the moment. طبعا at the moment مضارع مستمر وهنا drink قلت لك اوعى تقول drinking لازم تجيب قبلها أموز وار يبقى لازم اقول are drinking. تاني حبايبي لازم اقول are drinking. The next there isn't no milk in the bottle. طبعا هنا طالما جاب لي نو يبقى اذا ما ينفعش اجيب نوت يا نو قبل الاسم يا نوت في النفي. يبقى اذا هنا ما ينفعش اقول there isn't no milk. طبعا يا اما اقول there isn't any milk وطبعا هنا الخط مش تحت نو عشان احولها لاني الخط تحت نوت فاذا هقول there is no milk. There is no milk. He is busy at the moment. هو مشغول دلوقتي. He talks to a friend. طبعا هنا طالما قلت الان أو في هذه اللحظة يبقى الكلام مضارع مستمر يبقى أقول he is talking. تاني he is talking يعني هو يتحدث. تاني is talking يعني هو يتحدث. تعالى برضو في كتاب جيم صفحة 184 بيقول لي he is writing. طبعا طالما الفعل في ing فأنا هجيب قبله am و is و are an email. he is writing a letter. لازم أركز هنا لأن بيقول لي بعدها هو بيكتب خطاب يبقى إذن هو ما بيكتبش ايميل يبقى الجملة دي جملة منفية يبقى إذن هقول إذن. اللي بعدها بيقول لي what are you a I'm reading. طبعا الاجابه مضارع مستمر يبقى السؤال مضارع مستمر يبقى لازم اقول what are you doing. The next where is Bido. he a book in his room. طبعا انا بسال فين فبقول هو بيعمل حاجه دلوقتي فبالتالي لازم اقول is reading. The next sitting next to your best friend. طبعا هنا sitting فعل فيه ing فبالتالي لازم اجيب قبله am او is او are وده سؤال يبقى لازم اقول are you sitting. The next
Is she a with a pen or a pencil؟ طبعا هنا في اس وده سؤال يبقى is وراها هيجي وراها في الفا ان جي يبقى is she writing. The next is a student students جامعة in your class working طبعا فعل فيه اي ان جي يبقى بالتالي لازم اقول ار. The next where is Sammy going now؟ مضارع مستمر عشان going فعل فيه اي ان جي وفي now كمان. طب سامي مفرد فبالتالي ياخد is. اللي بعدها taking a selfie taking a selfie طبعا ده سؤال خلي بالك يبقى she is ما تنفعش وشي هاز ما تنفعش يبقى يا هاز شي يا ايش شي. طب اخد ايه؟ طبعا فعل في ان جي بحول ايش شي. اللي بعدها هي رايتنج ا تكست مسج ناو هي رايتنج ا تكست مسج ناو ناو مضارع مستمر فبالتالي بجيب قبلها ام واز وار. طبعا هنا هي تاخد از بالتالي جمله منفيه هقول ازنت. ذا نيكست وات بوك ناو جوليفرز ترافلز طبعا هنا بسال الكتاب اللي بيقرا دلوقتي ناو مضارع مستمر بس خلي بالك ان ده سؤال يعني الفعل المساعد لازم يجي الاول يعني ما ينفعش اجيب ورا وات بوك يو ولا يو ريد يبقى ار يو ريدنج يا دو يو ريد طبعا طالما في ناو يبقى ار يو ريدنج ار يو ريدنج. طيب تعال نشوف الاخطاء بيقول وات ار يور كلاس ميتس اللي هم زملائي في الفصل What are your classmates do now? طبعا اتفقنا ان ام از وار في المعلوم هيجي وراها فيرب بلس اي ان جي يبقى doing. The next he doesn't singing singing بفعل في اي ان جي فهيجي قبله ام از وار ولاحظ ان الجمله منفيه هي تاخد is بس هجيبها isn't عشان ده نفي. اللي بعدها yes she isn't using a tablet طبعا هنا isn't يعني معناها ان الاجابه دي منفيه مش مثبته فالمفروض اجاوب ب no. No. The next, are you playing a game? No, I am. No, I am. طبعا, are you playing a game? الإجابة بنو يبقى هقول no, I am not. No, I am not. Number five, Fatma is using any technology. طبعا هنا لاحظ ان ده سؤال مش جملة عادية مش جملة خبرية فبالتالي هجيب الفعل المساعد قبل الفاعل واقول is Fatma. تاني هقول is Fatma. Thank you very much for watching, but don't forget, like, share, subscribe, and don't forget the bell so that you can watch all our episodes. عشان يوصلك كل الحلقات ان شاء الله يلا فعل الجرس واشترك يلا بسرعة في القناة عشان يوصلك كل الشروحات الخاصة بالمنهج ان شاء الله. Goodbye. السلام عليكم.